مبادرات بوزارة التربية والتعليم لتعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بدعم أنشطة الوزارة. ففي السنوات الخمس الماضية استطاعت وزارة التربية والتعليم جمع أكثر من 10 ملايين ريال عماني على شكل مبادرات مقدمة من القطاع الخاص، والحصول على مساهمات مالية وعينية متعددة من مختلف القطاعات الداعمة للوزارة مثل النفط والغاز والاتصالات إلى آخره. أيضاً الإسهام في تمويل مديريات الوزارة في مختلف القطاعات والتوصل للعديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الداعمة للوزارة. ومن أجل تحقيق إنجازات أكبر في مجال المبادرات، قامت الوزارة بتكوين لجنة وفريق دعم المبادرات من أعضاء يتقاسمون مهمة إدارة وتنفيذ خطط ومبادرات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. ونحن الآن بصفتنا لجنة مختصة وفريقاً لدعم المبادرات في الوزارة نتطلع بمزيد من الأمل والطموح لزيادة حجم ووتيرة التعاون مع المؤسسات المختلفة لترفد الوزارة بالنافع المفيد من دعم المبادرات. نهدف إلى تحقيق تنظيم العمل بين الوزارة والقطاع الحكومي والخاص من خلال شبه مركزية في تفعيل المبادرات بشكل عام، وأيضاً إنشاء سياسات للعمل وقاعدة بيانات هامة بحصر جميع المبادرات والمشاريع ذات الجودة، وأخيراً الحرص على الأداء المؤسسي المنظم وتحسين العمل وتحقيق جودة المبادرات والمشاريع. معاً نحو مجتمع تعليمي رقمي تنافسي.